وطلب هدية جينا اليوم باش ننظموا هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية في إطار البرنامج النضالي اللي قررته النقابات الصحية الخمس أكثر تمثيلية في القطاع من أجل الاستنكار والتنديد بالإخراج الأحادي لمشروع القانون المتعلق بالوظيفة العمومية الصحية الذي أعدته وزارة الصحة دون إشراك النقابات الصحية الممثلة للموظفين والموظفات ولكافة الأطر الصحية. جينا اليوم تلبية النداء التنسيق النقابة الخماسي اللي دعا للوقفات محلية. احنا كنقابة في الإدارة المركزية جينا أمام وزارة الصحة، ولكن فوجئنا بتدخل يعني اللي كان عنيف وتعسفي. فهذه الوقفات جاءت على إثر التصريحات الغير مسؤولة وغير مفهومة الوزير المنتدب المكلف بإعداد الميزانية اللي قلص المضامين ديال المشروع الوظيفة العمومية الصحية فقط في فئة، في حين أن وزارة الصحة يعني تضم مجموعة من الفئات، المهندسين التقنيين والممرضين ومجموعة من الفئات الأخرى اللي كتشتغل في إطار تكاملي. يعني وزارة ديال الصحة لا تقتصر على فئة واحدة، وكذلك جات هذه الوقفات باش أنها تستنكر وتندد بالسياسة ديال الأذان الصماء اللي كينهجها وزارة الصحة مع النقابات المركزية، لأنه يعني باغي أنه يمرر هذا المشروع بدون حوار ولا نقاش مع النقابات، بلا ما تقدم النقابات الوجه توجه يعني الرؤية ديالها لهذا المضمون. وفي الأخر يعني أبارك الصحة الشغيلة الصحية هذا التنسيق الخماسي اللي تاريخيا عمرنا ما شهدنا يعني الالتفاف ديال خمسه ديال النقابات حول واحد الملف مطلبي، فابارك لهم يعني هذا التنسيق. وكنقول ان على اثر هذا يعني التدخل التعسفي اللي شدناه ربما يكون خطوات نضاليه اكثر جراه، خاصه الى ما تمش استجابه للمطالب ديالنا اللي هو بالاساس الحوار قبل ما ينزل هذا المشروع القانون ديال الوظيفه العموميه الصحيه. فكنقول ربما يكون اضراب في الافق او وقفات وطنيه لهذا التنسيق النقابي الخماسي. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.